Firdaus Media, dear, the world, what is watching? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين صلي السلام سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلواتي وسلامك شكيه كل يوم واشهد ان لا اله الا الله نشهد ان وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فالموت بملك الله صفقه وزن سأجيره وهو على كل شيء قدير نعم يعصمه يعني لك تنوازى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن الشريع حقيقة محمد جاءك أمارا من جاءك وصفيه من خلقه وعبيده بلغ الرسالة عن فكر الشعوب وأدى الأمانة نعمت كلاس أمانة ونصح للأمة نعم ونصح للأمة وكشف الله به الغمة نعم ونعم الشام التي زقبتي وقعت المحمة وتركنا على المحاجة البيضاء نعمت واجهتك بربان اليوم بكريسة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ثم أما بعد أيها الجمع الكريم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مفاد بزوري نمضان وكل حق وميما نبي الشكام ينبغي ومفيك ومزوري بقولي حديث اليوم معكم تحت عنوان
mazungumzo yangu ya leo mimi na nyinyi yatakuwa chini ya agenda ifuatayo al-afu wat-tasamuh min akhlaq al-anbiya kusamehe na kusameheana ni katika tabia za mitume عباد الله والي والله لا تخلو حياتنا من المشاكل وحياتك بالسرعه وكان امتحان المتقيز في كل ميادين الحياه تجد المشاكل لكن لو انت ومعيش نوعي تقوت لنياك المتقيز في بيتك تجد المشاكل في عملك تجد المشاكل في الطرقات تجد المشاكل مع الأقارب وغيرهم هذه هي عادة الحياة في كل بلدان العالم يعني هي التبية وبسبب هذه المشاكل قد تجد خلافا وتباعد بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الرجل وأصدقائه والله يا إخوان هذا واقع في حياتنا والله نوزاه وهي معامل تركيا كتك وحيوته نجد الإبن لا يكلم أبيه تنقول تنطرق همسناز مباكي والأخ لا يكلم أخيه ننعو همسناش مباكي بل قد يصل بك الأمر إلى أكبر من ذلك لتعالك إذا كنت تسير في الطريق ورأيت أخيك يسير في الطريق تترك الطريق وتسير في طريق أخرى وإذا رأيته يصلي في المسجد تترك الصف وتصلي في صف الآخر إن لم تترك المسجد وتصلي في مسجد آخر ما هذا يا إخوان أما علمتما أيها المتخاصمين أنه لا يرفع لكما عمل إلى الله تصلي الصلاة وتبقى بجوارك تصوم الصوم ويبقى بجوارك لا يرفع لك عمل إلى الله هذا ليس كلامي هذا كلام رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان إلا لمشرك ومشاحن إلا لمشرك إن شاء الله نعم مشاح يعني بينه وبين أخيه المسلم بالضاء يعني هم قابل يبني ولا أما يبين أكي نحن يحكم إسلام مالك ونجوك فيقول الله عز وجل أخرهما حتى يصطلحا كن شان سيما الله سبحانه وتعالى وجل الشين هم بكى
يا إخوان ديننا دين الإسلام دين عفو وتسامح أمرنا أن نعفو بعضنا عن بعض وأن نسامح بعضنا بعضا وأن نقابل السيئة بالحسنة ولا نقابل السيئة بالسيئة بل نحفو ونسامح لكن بل إن الله عز وجل أمر نبيه بالعفو والتسامح ما لنا يا حقيقة الله عز وجل أمر الشمس وراك محمد بسمه فقال الله عز وجل أكسير من ينزلهم تخفوا خذ العفو شكوه بسمه وأمر بالعرف وأمر الشمامة وأعرض عن الجاهلين وكما أن الله عز وجل أمر نبيه بالعفو كما في من ينزل سبحانه وتعالى أمر الشمتناك تسميه أمرنا نحن عباده بالعفو والتسامح فينا فينا متورش سمياك تسميه فقال الله عز وجل نيف وكسيم الله تكفو وليعفو وليصفح وسمعنا مسفيش يزعو ألا تحبون أن يغفر الله لكم جاني حمدان من يسمك سمعني والله غفور رحيم نا الله لمن يقسمعنا قرهن واجه فيجب علينا عباد الله نوالي وكات نوالي والله أن نصفي نفوسنا تصفي الشيء نفسي زده وننقي قلوبنا نتوشي فكن ذا قلب عطوف سموع يتهيئك ونقول ووالني ويقسمه اعفي عمن ظلمك مسامح لكفرية ظلمة سامح من أساء إليك مسامح لكفرية مكرسة فأنت لا تعامل العباد ويورك سميح وسميحك وأليني وقته أنت تعامل رب العباد أنت تعامل شريكا ليس بشحيح ولا بحيح ويبعد عمليان أول ما كريم ولا سيما خيري بل تعامل شريكا كريما بل هو أكرم الأكرم ويبعد عفان عمليان كريم ونقوى السميه إنك بارش علي اليوم ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشاكرة تبغية والأنفال والأنتومة صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في العفو والتسامح تبغية أنفالك وانظورك السميه عندما جاءه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وطلب هذا الابن من رسول الله ثوبا من أسوابه يكفن فيه أبيه رأس النفاق هو كبير المنافقين هو عدو الله الذي توعده الله من فوق سبع سماوات ليجعل من الزنب من الميزان كن سببا وبتيكتك من مسلم
فقال الله عز وجل: أخسينا من يسلكم كفر، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذا الرجل يا إخوان هو من افترى على رسولكم وطعنه في شرفه وعرضه. فهذا الرجل من اتهم أم المؤمنين عائشة الحصان الرزاق. اتهمها في عرضها وفي شرفها. وقال فيها ما قال: وما ترك بيتا من بيوت المدينة إلا وأزاح فيه الخبر. وما كان هذا بالأمر الهين على رسول الله. فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت. يا عربيك قد توزيتك لسا كتوكان جبهلي مالنا لأمار لقملت فيها من شدة هول ما يسمع وما يقال. كتوكان ولا يعرف ماذا يقول أو يفعل. وقد انقطع عنه الوحي هذه الفترة. لكن وقته وحي يا إخوان، هذا أمر صعب. تخيل نفسك مكان رسول الله. والناس تقول في عرضك وفي شرفك وفي زوجك. أنا لي وقت وسيلة كوسوي وشمالكو نوتشيكو نوسيلة مباركوسوي. فما كان هذا بالأمر الهين على رسول الله. يا المعين على الفيبسي كنا بشيء أنتوات محمد. فلما ضاق به الأمر رسول الله يا معين وزدتك أنتوات محمد واشتد به أذى هذا الرجل. ذهب رسول الله إلى المسجد واعتلى المنبر ونادى في الناس: يا أيها الناس، من يعذرني من رجل يؤذيني في أهلي؟ من يعذرني من رجل يؤذيني في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. إن كان من الأوس قطعنا عنقه. وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمره. فقام سيد الخزرج ونظر إلى سعد بن معاذ وقال: ويحك يا سعد، أتقتل رجلا من قومي وأنا كبيرهم؟
وعلا صوت الصحابة في المسجد وما كان من رسول الله إلا وينزل من على المنبر ثم يهدئ في أصحابه ثم بعد ذلك كله يا إخوة يأتي ابن هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ثوبا من أثوابه يكفن فيه أبي فما كان من نبي الرحمة إلا ويعطي ثوبا من أثوابه لهذا الابن المسكين لكي يكفن فيه أبي ثوب رسول الله يكفن فيه عدو الله ما أرحمك وما أرأفك يا رسول الله ثم يأتي هذا الابن المسكين إلى رسول الله مرة أخرى ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبي أنا كويكم ومنتم صلى الله عليه وسلم إلي أموز الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وانتم صلى الله عليه وسلم حسيتا الاستماع السساء الذي أنكم صلي الصلاة جنازة عبد الله بن أبي بن سلول فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستماع الذي تارشنتمه ما بعد حرمية صلاة جنازة وأكاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن كل هذه حجوبات محمد فأمسك بثوب رسول الله أكشك ويمتون صلى الله عليه وسلم وإشارة خزية سمسلية بالوانا وقال يا رسول الله إيش عمر أكسير ويمتون الله لقد نهاك الله عن الصلاة عليهم الله شوق تازكم صليا كما هو فنظر نبي الرحمة إلى عمر نمتون ورحمناك ديوك كما لي عمر وقال إنما خيرني ربي يا عمر أكسيم حكي كلامي ملوان بمليزي أنا خير الشيء يا عمر كلمة شبوه إنما خيرني ربي يا عمر حكيك من خيار الشام ونمام أبي عمر فقال الله عز وجل إن شاك سيئة ما سيئة ينزلكم تخفوا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم يا بابا ونمتم كم سمعي يا عمر كم مية ونزل ونسيما وتكي مغفرة أوص وتكي مغفرة ومن سمعها أوص ومن سمعها حتى كانوا تومي مغفرة من سبيلي الله حبفني مغفرة ولو علمت يا عمر نليتاني كما يلي وإلي عمر إن استغفرت لهم فوق 70 أن يغفر الله لهم لفعلت يا عمر نليتاني كما يلي وتكيه مغفرة جاءت كمين مصابة مار 70 وكسر هيك بس يلفانه ثم صلى رسول الله على عبد الله بن أبي بن سلول كي شاب لم تومع صلى الله عليه وسلم
أتمصلي عبد الله بن أبي بن سلول. ثم نزل العتاب الرقيق من الرب الرحيم على رسول الله. كيشا أكتم كان أكتم يوم التسليني وبعدين كما في الرامة كنت ورحمة تنوى الله من يزبر. فقال الله عز وجل من يزم ونسير سبحانه وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. ولا مسلم سليوتك كوات وأينه أتكيب فكا. يا إخوان هذا هو رسولكم هذا هو نبيكم هذا هو رسول الإنسانية هذا هو معلم البشرية يعلمنا العفو والتسامح ونحن كمسلمين يجب علينا أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم أن نعفو بعضنا عن بعض ونسامح بعضنا بعضا. عباد الله من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة توبر الله واستغفر حقيقة سبحانه حيث المرسلة كان يبيه هو وسوء ويسوء الصلاة ويحبه الله يستغفر الله الحمد لله وكفى شكرا لذاتي استمستحيل أمارينا أسكت وصلاة وسلاما على سيدنا محمد المصطفى نصرانيه نسلام زمانه ولا بيت محمد ثم أما بعد ما زلنا عباد الله نتحدث عن العفو والتسامح بعد الأزام وعباء الله تزول سيئة وسلاحة بي نفس في شأنه ما أجمل العفو وما أعظم التسامح وزول يرجع وسلاحة ديننا دين عفو وتسامح أمرنا أن نعفو بعضنا عن بعض ونسامح بعضنا بعضا فتذكروا عباد الله عند الحساب يوم القيامة والشمس تدنو من فوق الرؤوس والعرق يلجمك إلى فيك وكل يقول نفسي نفسي وبينما أنت كذلك إذ ينادي مناد من قبل الله أتيت ونقيت أين الذين أجرهم على الله فيقوم الصائمون فيقال لهم ادخلوا الجنة ثم ينادي مناد من قبل الله أين الذين أجرهم على الله فيقوم الصابرون فيقال لهم ادخلوا الجنة ثم ينادي مناد من قبل الله أين الذين أجرهم على الله فيقوم
العافون عن الناس وسسمان ولا امرؤ في حسنه فيقال لهم ادخلوا الجنه وتام ولدي يلقى الله. هل تريد ان تكون من هؤلاء؟ جئوا بين الكفر والاكرام. اعفي وسامح. سامح اعفي عن اخيك المسلم. سامح من أساء إليك. وسامح أنفسك. ما أجمل العفو وما أعظمه. جزاك الله خير. سامح وليوجن وكبواك وليوجن. فالعافين عن الناس أجرهم على الله. وارجع وسامح وتجراه على الله. وما أعظم أن يكون أجرك على الله. نا أمور وليوجن وتكوف وليوجن. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم. ونرفع كف الضراعة عسى الله أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محصوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد بنات المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فردوس ميديا. The world is watching.